Assalamu alaikum, sabah al khair. Listen to the podcast and answer the five following questions. Question number one, how many friends does Abdullah have? Number two, how old is Muhammad? Number two, number three is Muhammad number two married or not? Number four, how does Abdullah communicate with Muhammad number two? And number five, does Muhammad number one and two live in the same neighborhood? Don't forget to put your score down in the comments. Here we go. Assalamu alaikum, sabah al khair. Kentmenna tkunu bi khair u ala khair. Lyuma andna mawdu' jdid li huwa sahab. السؤال الأول اللي عندي هو واش انت عندك صحاب ولا لا؟ بطبيعة الحال عندي صحاب حيث هذا الوقت كتبغي يكونوا عندك علاقات مع ناس وتعرف على ناس جداد. مزيان، علاش انت عندك صحاب؟ هو السؤال خاصو يكون علاش انت ما عندكش صحاب؟ حيث يكونوا عندك صحاب حاجه طبيعيه غريزيه. فهمتك. شنو كتعني غريزيه؟ كتكون كتزاد مع الانسان، كتكون مزروعه فيه، يعني فطره الإنسان. مزيان، حيت الإنسان كائن اجتماعي. حاجة طبيعية. مزيان. سؤال آخر هو شحال من صاحب ولا صديق عندك؟ تقريبا 4-5. نقولوا 5. 5. واخا، شنو سميتهم؟ سي محمد. سي محمد. سي محمد. سي محمد رقم جوج. رقم جوج. أمين. أمين. أناس. أناس. مبارك. مبارك. هادو 6 ماشي 5. سي محمد رقم واحد، سي محمد رقم جوج، أمين. أمين. أناس. أناس. مبارك. مبارك. 5. مزيان، متفق معك. في الاول تسحبني واش 6، حتى انا تلفتيني معك. ما عليناش، ندوزو. واخا ندوزو بواحد بواحد. سي محمد رقم واحد، شحال في عمرو؟ كيفاش تلاقيتي معاه؟ فين كاين هو دابا؟ سي محمد رقم واحد، شحال في عمرك؟ انا اوكي. واخا، عمري 27 عام. تلاقيت به من طرف سي محمد رقم جوج. سي محمد رقم جوج. واخا، منين هو؟ من مراكش. من ساكن حدايا. وشحال في عمرو؟ سي محمد رقم واحد ولا رقم جوج؟ رقم جوج. رقم جوج في عمرو يمكن 30 عام. 30 عام. مزيان. واخا، فين كيعيش حاليا؟ في مراكش. في مراكش. سي محمد رقم واحد و رقم جوج كيسكنوا قراب ليا. يعني كيسكنوا في نفس البلاصه، الحي. الحي. او لا سيكتور. سيكتور، ولكن هذه كلمه فرنسيه، ولكن شديناها ودرجناها. درجناها. شنو كتعني درجناها؟ يعني رديناها ديالتنا. الدارجة ديالتنا. مزيان. حيت الى بيتي تقولها بالفرنسي كتكون بطريقه اخرى، ماشي بطريقه ديالتنا حنا. فهمتك. واخا، سي محمد رقم جوج، واش هو مزوج ولا باقي؟ باقي ما مزوج. كنتمناو ان شاء الله يسهل عليه الله ويتزوج ان شاء الله. مزيان. ودابا حاليا كيفاش كتواصل معه؟ مكالمات. مكالمات، يعني في التليفون. التليفون. مزيان. وكيفاش
تلاقيتي معاه ولا تعرفتي عليه اول مره؟ حيت هو ولد الحي ديالي يعني كتكون كتعرفو قديم يعني صعيب يعني صعيب تعقل كيفاش حتى تلاقيتي به. فهمت يعني انت ما عقلتيش عقلش ماشي شي واحد الا كان بعيد عليك كتلاقى معاه في شي لحظه ولا في شي بلاصه ولا واحد الحاجه اللي جمعت بيناتكم ماشي بحكم شي واحد ساكن حداك كتشوفو كل نهار كتخرج معاه كتلاقى معاه واخا ما تكونش كتعرفو ولكن راه كتشوفو. If you're trying to become fluent in Moroccan Arabic to communicate with your Moroccan family or your Moroccan spouse's family, or you're simply planning to come live in Morocco soon but have no idea where to start, which Darija classes to take, then I might be able to help you. I'm opening my online Darija school in January of next year, 2025. This online school already helped 20 students learn and become fluent in Darija. My students are now able to talk to their Moroccan family members, talk to their Moroccan spouse's family, and even some of them are now living in Morocco and have no trouble speaking to Moroccans. This school program is for both, for complete beginners and intermediate Darija learners who wish to become proficient in it. And because of my small team of teachers, we can only take around 50 students at the start of next year. So we make no exception. So if you sign up a little late, you will need to wait around 3 months for the next school opening. If that sounds like something you'll be interested in, then click the link below to register to be notified when the Darija Learner Pro School is opened.